أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءة القرآن وختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن ألفة، وبكل سورة من القرآن سرورا، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل ربع من القرآن راحة، وبكل نصف من القرآن نعمة، وبكل ثلث من القرآن ثباتا، وبكل رفع من القرآن رفعة، وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا، وبكل كسر من القرآن كسوة، وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا، وبالباء بهاء وبركة، وبالتاء توبة وتوفيقا، وبالساء سروة وثوابا، وبالجيم جاها وجلالا، وبالحاء حلما وحياء، وبالخاء خشوعا وخشية، وبالدال دولة ودليلا، وبالذال ذهنا وذكاء، وبالراء رحمة ورجاء، وبالزاي زهدا وزكاء، وبالسين سعادة وسلامة، وبالشين شكرا وشرافة، وبالصاد صبرا وصداقة، وبالضاد ضوءا وضلاعة، وبالطاء طاعة وطهارة، وبالظاء ظفرا وظرافة، وبالعين عفوا وعافية، وبالغين غنى وغنيمة، وبالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف قربا وقناعة، وبالكاف كمالا وكرامة، وباللام لطفا ولقاء، وبالميم مغفرة ومتاعا، وبالنون نورا ونجاة،
وبالواو وسعة وولاية، وبالهاء همة وهداية، وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نوّر قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن
وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النار بحرمة القرآن، ويسر علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم، وحصل مقاصدنا، واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم، واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن الكريم، وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم، وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا آداء بالقلب، وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا، وبعدد كل حرف ألفا ألفا، والحمد لله رب العالمين.